الخبر بقية. أهلا بكم. مشروع دستور التونسيين الجديد يرى النور. نشر النص على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية دون خطاب أو حفل رئاسي، لكن قطاعا واسعا من النخب التونسية يراه دستور الرئيس. يقول الرئيس في توطئة نص المشروع الذي سيعرضه على استفتاء شعبي في 25 يوليو إن التونسيين حققوا صعودا كبيرا غير مسبوق في التاريخ، وهي عبارة طالما كررها في خطاباته، لكنه يمنح نفسه صلاحيات رئاسية شبه مطلقة مع تهميش لدور البرلمان الذي سيقسمه إلى غرفتين. في نص مشروع الدستور الجديد يحظر على القضاة الإضراب، وهم الذين يشنون إضرابا متواصلا منذ شهر كامل بسبب عزل الرئيس العشرات منهم. كما لن تجد الأحزاب السياسية دورها التقليدي في مجلس نواب سيكون محدود صلاحيات، ولا تنال الحكومة الثقة أمامه، بل تعين وتقال مباشرة من الرئيس دون تأثير لأي أحجام سياسية تحت قبة البرلمان. وإن كانت وكالة النائب في البرلمان قابلة للسحب بموجب نص مشروع الدستور الجديد، فإن مساءلة رئيس الجمهورية أو فرضية عزله غير قائمة. بدأ الرئيس في نص دستوره المنشور منسجما مع أفكاره وتصوراته التي طالما دفع عنها، وعوض الحديث عن سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية منفصلة بالحديث عن وظائف لا أكثر، فسلطة للشعب وحده وفق تصوره. كما عدل من صياغة الفصل الأول التي كانت تنص على أن الإسلام دين الدولة، وهي صياغة كانت محل توافق في دستوري 1959 و2014، فأضاف هذه المرة أن تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام. يضع مشروع الدستور الجديد الرئيس التونسي على طريق يواصل المضي فيه منذ نحو سنة، عندما استولى على جميع السلطات في البلاد في وقت دعت فيه أحزاب المعارضة الرئيس إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه بعد أقل من شهر. هل سيحظى الدستور الجديد بقبول التونسيين؟ وهل يحافظ على مكاسب الديمقراطية في بلد طالما كان الاستثناء في المنطقة العربية؟ أناقش ذلك وغيره مع ضيوفي رضا لاغا، العضو في المكتب السياسي لحركة الشعب، وجوهر بن مبارك، القيادي في جبهة الخلاص الوطني التونسية، وسعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، ينضم إلينا من بيروت. أبدأ مع رضا لاغا من حركة الشعب. سيد رضا، بعد اطلاعك على يعني الدستور، كيف تقيم هذه الوثيقة؟ مساء الخير، تحية إليك وإلى كل المشاهدين. النظرة الأولى لدستور 2022 دعني أقول بأنها تنسجم مع الانتظارات الشخصية التي كنت أرتقبها في علاقة بالمكانة والسياق الذي تمر به الدولة الوطنية في المنطقة العربية بشكل عام، وتحديدا التجربة التونسية باعتبار أن الاستثناء التونسي يظل قائما. طبعا الاختلاف وتنوع المقاربات يظل حقيقة موضوعية موجودة على الأرض. هناك من يعتبر أن هذا الدستور هو مناسبة للانزياح عن مكتسبات واستحقاقات مرحلة الانتقال الديمقراطي. نحن في حركة الشعب ننظر من زاوية مختلفة، نعتبر هناك تصحيح للزوغان الذي حصل على امتداد التوافقات المغشوشة التي مرت بها الدولة التونسية، وكادت تفرغ الدولة التونسية من إمكاناتها ومن هياكلها ومن مؤسساتها. الآن نحن نعتبر أن هذا الدستور المكون من 142 فصل والمتضمن لعشرة أبواب فعلا يعبر عن انتظارات المواطن التونسي، لأنه كرس في هذه الأبواب جملة من المسائل المصيرية التي تتعلق بوضع سيادة الشعب حيز التطبيق، بالتأكيد على المجلس الأعلى للتربية باعتبار أن التربية تظل هي الأداة الأساسية التي نبني من خلالها أجيال المستقبل، التنصيص على أن الدولة التونسية هي جزء من المغرب العربي، وهذا يتنزل في سياق مسؤولية الدولة التونسية أن تعزز كل السبل لإمكانية وجود فضاء جيوبوليتيكي جديد في المنطقة المغاربية، التأكيد لأول مرة على أن تونس جزء من الأمة العربية على خلاف ما كنا نسمع في
الباراديغما القديمة التي تعتبر أن فرنسا أقرب لتونس من الجزائر، ولم تكن موجودة في الدستور السابق على كل حال. التصور الذي نعم، ولكن الآن نتحدث على أن الدولة التونسية هي جزء من الأمة العربية، والقول بأن الدولة التونسية جزء من الأمة العربية يلتقط اللحظة المعاصرة، اللحظة المعاصرة التي تمر بها الدولة ماذا غير الوطنية في العالم، الأمة العربية والمغرب العربي والمجلس الأعلى للتربية، ما هي النقاط التي تؤكد على الاستثناء التونسي كما تقول؟ الاستثناء التونسي هو أننا بينا أن الدستور التونسي هذا لم تصغه لا هيئات أوروبية لا هيئة البندقية، وليس هناك جولات مكوكية نذهب من خلالها لكي نستنجد ونستنصر بالخبراء في القانون الدستوري، وإنما صنع تونسي تونسي ميد ان تونسيا بخبراء وكفاءات تونسية وفي مدة وجيزة لا تزيد على شهر. نعم. خلافا للدستور 2014. طيب الذي باختصار ما هي التي تعتبر أنها مخيبة للأمان، أنها ستنقذ تونس والتونسيين؟ المضامين التي بالنسبة لك بدت يعني فعلا تكرس هذا الاستثناء التونسي وتستجيب لتطلعات الشعب وستغير واقعه الذي كان مريرا جدا. أولا، عندما نضمن مسألة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور، هذا يعتبر مكسبا نوعيا، لأنه يعزز فكرة الثروة ملك الشعب، على خلاف ما كان يحدث في المشهد السياسي سابقا، باعتبار أن المنوال الاقتصادي الذي توارثناه هو منوال يكرس المفيوزية واللوبيات والنخب السياسية التي كانت تنشط في الفضاء العام، كانت مستفيدة وكانت تقتات على هامش موائد هذا الورم الذي ينهش مقدرات الدولة التونسية. اليوم عندما نذهب إلى أن الشعب هو السيد وأن دولة الشعب هي التي نحتكم إليها، نحن نتحدث عن نقلة نوعية تقطع مع كل الرؤية البيروقراطية التي كانت قائمة. طيب. على امتداد الحقبة السابقة. طيب جوهر بن مبارك، إلى أي مدى تعتبر أن هذا الدستور يعني ما زال يمثل شيئا في إطار فكرة الاستثناء التونسي بعد الثورة؟ نعم، تقصد مشروع الدستور أم دستور البلاد؟ مشروع دستور قيس سعيد طبعا. لا، نحن متمسكون بدستور 2014، ونعتبر أن دستور 2014 هو دستور الثورة، وهو الدستور الشرعي للبلاد التونسية، وكل ما يقوم به قيس سعيد منذ 25 جويلية هو سلسلة من أو حلقات من سلسلة انقلابية. لا يمكن اعتبار هذا المشروع والاستفتاء الذي يزمع القيام به بعد أيام مجرد حلقات أخرى من الحلقات الانقلابية. هذا الدستور نحن نتعاطى معه فقط لنؤكد من خلاله ما ذهبنا إليه من البداية، أن قيس سعيد نيته الوحيدة ليست إصلاح الوضع المتردي الذي كان على امتداد العشرية الماضية، عشرية الانتقال الديمقراطي وتلافي بعض الأخطاء التي وقعت فيها، وإنما غايته الوحيدة هي الهيمنة والسيطرة على السلطة. كان قد هيمن على وسيطر على السلطة بالدبابات وبوضع دبابتين أمام البرلمان وإغلاق المؤسسات وتفكيك المنظومة الدستورية وتفكيك مؤسسات الدولة والاستحواذ على كل السلطات. الآن بمقتضى الدستور يريد أن يفعل نفس الشيء، يعني أنه يضع الشعب التونسي أمام وضعية ابتزاز، إما أن أستبد بكم بمقتضى الأمر 117 أو أن أستبد بكم بمقتضى نص دستوري تصادقون عليه بأنفسكم وتكونون بذلك. طيب ما هي مؤاخذاتك على هذا النص جوهر بن بارك؟ يعني يقول السيد رضا لاغا من حركة شعب أنه يضمن أو ينصص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، أن الشعب هو السيد، أن تونس جزء من الأمة العربية ومن المغرب العربي، ويذكر مجلسا أعلى للتربية، يعني يرى فيه يعني مكاسب أو أشياء جديدة ستضيف للتونسيين الذين عانوا في السنوات السابقة. هذا هراء ما بعده هراء.
التفكير الانتماء الاسلامي والعربي لتونس كان موجود في دستور 59 وموجود في دستور 2014. الهويه مذكوره في دستور 1959 ودستور 2014. مساله الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه مذكوره باكثر اسهاب واكثر وضوح في دستور 2014، علما وان باب الحقوق والحريات في المسوده التي عرضها القيس سعيد تقريبا منقوله جزئيا من دستور 2014، لم يأتي بأي شيء جديد، بل قلص من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة وضع الضمانات الأساسية للحقوق والحريات تحت نعليه، عندما أضاف في فصل بعد أن ذكر بعض الحقوق والحريات المضمونة بمقتضى الدستور، وليس فيها أي شيء جديد، لا بالمقارنة مع دستور 59 ولا بالمقارنة مع دستور 2014، لا شيء جديد، أضاف شيئا جديدا خطير، هو أنه قال في أحد فصول الباب الأول بأنه يمكن الحد من الحريات والتقليص منها وإخضاعها إلى التقييد احتراما للنظام العام. ما معنى النظام العام؟ احتراما للأخلاق الحميدة والأداب العامة. ما معنى الأداب العامة؟ احتراما للصحة العامة. ما معنى الصحة العامة؟ يعني أنه وضع كل منظومة الحقوق والحريات بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت رقابة أو تحت سطوة ما يعتبره هو ربما تحديات أمنية أو تحديات صحية أو تحديات تتعلق بالأداب العامة، ووضعها تحت مفاهيم فضفاضة. هو ضرب بذلك في العمق منظومة الحقوق والحريات، وما خاصة الضمانات الأساسية للحقوق والحريات التي كانت موجودة في الفصل 49 من دستور 2014 والموجودة إلى حد الآن في الفصل 49 من دستور 2014، الذي ضربه وغيبه تماما. يعني كل منظومة الحقوق والحريات لم يضف فيها شيئا جديدا، وأتحدى أي إمكان أن يعطيني أي مضمون جديد في هذا الباب، ولكنه قلص منها في المقابل، وخاصة أضعف منظومة الضمانات المتعلقة بها. حق الحياة أيضا يجوز المساس به في حالات قصوى يضبطها القانون، والدولة تعمل على تطبيق، وهو بذلك قنن عقوبة الإعدام. طيب، والدولة أيضا تسهر أو تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام. سأذهب إلى سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط شمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين. سعيد بن عربية، أنتم تراقبون المسار منذ 25 من يوليو الماضي، كيف تقيم يعني أو ترون الوضع بالوصول إلى مسودة الدستور أو مشروع الدستور الذي سيستفتي عليه الرئيس؟ من سيشارك في الاستفتاء بحلول 25 من يوليو القادم؟ أعتقد أنه ما عرض على الشعب التونسي بالأمس هو مشروع لدسترة حكم الشخص الواحد، هو مشروع لنسف مبدأ فصل السلطات، يعني حتى أنه لا يتم اعتبارها كسلطات. يعني تحدثتم عن الاستثناء، أعتقد الاستثناء هنا هو أن هذا المشروع ربما يكون المشروع الوحيد في الدساتير التي اشتغلنا عليها في المنطقة وغير المنطقة الذي يتحدث عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية كوظائف وليس كسلطات. فصل السلطات هو جوهر سيادة القانون، هو جوهر أي نظام دستوري قائم على أساس سيادة القانون وعلى حقوق الإنسان. ما عرض على الشعب التونسي بالأمس ينسف هذه المبادئ، ما عرض على الشعب التونسي بالأمس يكرس حكم الشخص الواحد فيما يتعلق بسلطاته شبه المطلقة في المجال التشريعي، في المجال التنفيذي، وفي تقويض أي رقابة أو أي سلطات أخرى يمكن أن تحد من سلطات الرئيس. نتحدث عن دور البرلمان في الرقابة على السلطة التنفيذية وعلى عمل الرئيس. الرئيس يعطي لنفسه الحق في حل البرلمان، في حل الحكومة أو تغيير الحكومة وتغيير الوزراء بدون أي شروط، وفي نفس الوقت لا يوفر لي البرلمان ولا يوفر لي المحكمة الدستورية ولا أي جهة أخرى أي مجال لمحاسبة هذا الرئيس ولضمان أن يتصرف هذا الرئيس في إطار الحدود الدستورية. دستور 2014 الذي تم الحديث عنه يوفر إمكانية عزل الرئيس في حالات الانتهاكات الجسيمة للدستور. هذه الآلية كلها تم يعني
تحييدها من الدستور أو تم إزالتها من الدستور، ولم يتم توفير أي رقابة برلمانية أو أي رقابة دستورية أو رقابة محكمة دستورية على سلطات الرئيس بما في ذلك أثناء حالة الاستثناء. نلاحظ كذلك يعني من خلال المشروع الذي عرض بالأمس على الشعب التونسي أنه فيما يتعلق بالقضاء وأهمية القضاء في ضمان سيادة القانون، أن كل الضمانات التي كرسها دستور 2014 فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تركيبته، اختصاصاته، دوره في حماية استقلال القضاء، كذلك لم يأتي بها مشروع الدستور. هناك العديد من السلطات التي تم تكريسها وترسيخها في يد مؤسسة الرئاسة، والعديد من السلطات والصلاحيات التي تم بشكل أو بآخر تحييد السلطات الأخرى وقدرة هذه السلطات على ممارسة أي رقابة على الرئيس. أضيف فقط أن دستور 2014 هو دستور كتب من طرف التونسيين من خلال مجلس تأسيسي منتخب يعبر عن الإرادة الشعبية للشعب التونسي، لم يكن دستور حزب سياسي معين أو جهة سياسية معينة، كان دستورا يعبر عن الإرادة الشعبية للشعب التونسي من خلال انتخابات حرة ومن خلال مؤسسات اشتغلت لمدة طويلة من الزمن من أجل تحقيق التوافقات. على علاته هذا الدستور بنى مؤسسات دستورية وديمقراطية، هذا لم يأتي في المشروع الذي عرض على الشعب التونسي بالأمس. طيب سأعود إلى رضا لغا، استمعت إلى تقييم الدستور والمسار ككل، ولكن اسمح لي أن أطرح عليك أيضا بعض الأسئلة فضلا عما تفضل به كلا الضيفين. في هذا الدستور الرئيس يعزل ولا يعزل، الرئيس يحل البرلمان، يحل أي مجلس، يقيل، لا أحد يستطيع أن يسائله، لا يوجد أي دليل ولا تنصيص على إمكانية حتى مراجعته في قراراته، تقريبا بما يشابه الفصل أو المرسوم 117 الذي يحكم به الرئيس الآن. قيس سعيد رجل طيب ووطني صادق ويحب البلد كما لا يحبه أحد، ما الذي يضمن أن غير قيس سعيد، على فرض أنك بهذه الثقة فيه، تضمن أنه سيكون الأفضل مهما كان نوعية الدستور الذي يحكم به؟ ما الذي يضمن أن غيره لن يستبد؟ ما الذي يضمن أن قيس نفسه بهذا الدستور لا يستبد فضلا عن يكون شخصا آخر؟ الذي يضمن هو أن دستور 2014 تحدث عن المحكمة الدستورية وسكت عنها أثناء الإنجاز. السيد رئيس الجمهورية أسند في مشروع الدستور منصب نائب الرئيس إلى رئيس المحكمة الدستورية، وهذا يؤكد بأن الرجل يذهب في اتجاه مأسسة الدولة الوطنية المعاصرة. للأسف الشديد النخبة أو ما يسمى بالانتليجنسيا الثقافية التي تنظر دائما بتسطيح المشهد السياسي وفق رؤية تكنوقراطية ولكنها تعبر عن أزمة المثقف النوعي والعضوي في المنطقة العربية بشكل عام. عندما تتأمل في دستور 2014 والسيد المحترم يتحدث على أنه فصل للسلط وما شابه، كما نتحدث عن جندي في أرض معركة وهو يميز الفخاخ حتى لا تنفجر على قدميه، هكذا هو حال دستور 2014. النسخة الأولى لدستور 2014 التي صدرت في ديسمبر 2013 تحديدا، نسخة تتحدث عن حرس موازي لحزب حركة النهضة داخل دستور 2014 الدولة المدنية التونسية، المصادقة عليه في يناير 2014 لو سمحت يعني سيد رضا، نتحدث عن النسخة الأولى، يعني ممكن أن تتحدث عن نسخة يونيو 2012 أيضا، ممكن أن تتحدث عن النسخ التي وضعت على طاولة اللجان لنقاشها، ويمكن أن تتحدث عن نسخة بالعيد وعن نسخة سعيد، يعني كثير من النسخ وضعت يعني في البرلمان يا سيد الكريم، ثم في الأخير تم التصويت على نسخة مشتركة. لماذا تحدثني عن دستور لم يكن موجودا أبدا؟ يعني في 2013 ديسمبر 2013 هذا الدستور لم يوجد، سيد الكريم، هذه النسخة ولا نعرفه اليوم، لا وجد، هو النسخة المعدلة التي تمخض عنها بعد ذلك إجماع أو توافق مغشوش، هو ما يسمى بالدستور 2014. دعني أكمل ولا تتعسف في بلورة الفكرة، أنا أنسجم مع ما تفوه وتفضل به ضيفك الكريم بأن هناك توازن في السلطة. قلت لك بأن النسخة الأولى التي صيغت واعتمدت كوثيقة عمل لدستور 2014 هي نسخة حركة النهضة التي
تعتبر الحزب الأكبر والذي يتحكم في المشهد السياسي، وبالتالي نحن نتحدث عن خلفية حزبية ولا نتحدث عن مرجعية وطنية شعبية. طيب. هذا هل أول. هل نسخة، هل هذه النسخة التي كتبها الرئيس سعيد بنفسه هي يعني أقل، يعني بهذا المنطق هي أفضل، يعني إذا تحدثنا عن نسخة حزب فرضا يعني مقابل نسخة شخص واحد؟ ليس ثمة مجال للمقارنة. دستور 2014 فكك الدولة، دستور 2014 أوجد عنوة مقاربة تعمل على تقويض الدولة كمقدمة للاستيلاء عليها، وهذه هي فكرة الإسلام السياسي في المنطقة العربية. طيب يعني تنجو الدولة بأن تتركز سلطات في يد الرئيس، وحدث ذلك في العراق. تنجو الدولة بتركز سلطات في يد الرئيس وأن لا يسائله أحد؟ لا ليس هذا. هناك توازن، هناك مجالس الأقاليم ومجلس النواب الذين لديهم سلطة رقابية. نعم. يمكن من ضمن في مستوى الدستور أن يقدم بأغلبية نسبية شهادة لوم، يتم إسقاط الحكومة. عندما تسقط الحكومة في مناسبتين يتنحى السيد رئيس الجمهورية. اطلع على الدستور بعد ذلك. طيب هذا على فرض اجتمع نصف أعضاء البرلمان ونصف أعضاء الغرفة الثانية، ثم بعد ذلك الثلثين اجتمعوا على وكونوا. نعم. هذا الشرط الذي يوجد في الدستور. جار مبارك، أرى أنك تريد أن تتفاعل مع بعض هذه الأفكار فيما يخص تمركز السلطة والعلاقة بين الوظائف كما يسميها سعيد، الوظيفة التنفيذية، الوظيفة التشريعية بالذات. كيف تقيم هذه النسخة؟ هذه مغالطات التي يذكرها ضيفك يبدو أنه لم يقرأ حتى المشروع. خطأ كبير. المشروع الذي وضعه البارحة قيس سعيد يقول أنه في حالة تقدم المجلس بلائحة لوم أولى ضد الحكومة، علما وأن رئيس الجمهورية هو الذي يعين الحكومة بدون شروط، وهو الذي يضبط السياسة العامة للدولة بدون شروط، وهو الذي يباشر عملية تنفيذ السياسة العامة للدولة بدون شروط، فإن صوت مجلس نواب الشعب على لائحة لوم ضد الحكومة مرة أولى تستقيل الحكومة، بمعنى هي التي تتحمل المسؤولية وليس رئيس الجمهورية. وإذا صادق مجلس نواب الشعب على لائحة لوم ثانية ضد الحكومة الثانية، رئيس الجمهورية يحل مجلس النواب وليس يستقيل أو ينزاح. لا يوجد أي آلية في هذا النص تمكن من محاسبة رئيس الجمهورية على السياسة العامة للدولة، وليس حتى للمجلس ليس له أي إمكانية لدعوة رئيس الجمهورية لمحاسبته. لا يوجد أي شيء في هذه النسخة فيه ما يسمى بمسؤولية رئيس الجمهورية، المسؤولية السياسية. نعم. بالإضافة إلى أنه على المستوى الجنائي وعلى المستوى القانوني هو يتمتع بحصانة مطلقة لم نراها لها مثيل لا في دستور 59 ولا في دستور 2014. إذن هو محصن جزائيا ومحصن سياسيا من أي إمكانية محاسبة. نعم. رغم أنه هو الذي يضع السياسة. طيب. العامة ربحا للوقت جواد مبارك لو سمحت لي. نعم. فقط من ناحية الشكلية، الفصل 139 يقول إن الدستور يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان عن أو الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة أو ليست المستقلة، نعم حسب النص، للانتخابات. لا يقول إعلان النتيجة الإيجابية أو نتيجة بنعم. أليس هذا من ناحية شكلية يفيد بأن نعم أو لا هي سيان بالنسبة لهذا الفصل؟ الفصل 139 هو فضيحة، إذ أنه لا يقر أو لا يثير أو لا يسحب أي آثار قانونية على قول الشعب بلا لهذا الدستور، بمعنى أنه يقر بأن هذا الدستور سيدخل حيز النفاذ مهما كان تصويت التونسيين بنعم أو بلا. وهذه فضيحة، لأنه من المفروض أن الأحكام الانتقالية ترتب الآثار. طيب. التي يمكن أن تترتب عن رفض الشعب التونسي لهذا الدستور. ماذا سنصنع؟ الآن أعود إليك جوهر بن مبارك باعتبارك قيادي في جبهة الخلاص، ماذا ستفعلون من الناحية السياسية إذا كل هذا المسار وإذا هذا الفصل الذي تقول إنه سيثبت هذا الدستور سواء أجاب الناس بنعم أو لا؟ لا نعتقد أن نحن نرفض هذا المسار برمته، ونعتبره مسارا انقلابيا غير شرعي سيؤبد الاستبداد ويعيدنا إلى مربعات كنا نعتقد. يعني ستواصلون تحركات من نفس النوع الحالي؟ نرفض هذا وندعو إلى تحرك الشارع. طيب. وإلى تحرك القوى الوطنية وإلى مظاهرات عارمة تجتاح تونس
من أجل رفض هذا الفخ الكبير والخطر الكبير الذي يتهدد استقرار تونس ومؤسساتها ودولتها وبنية دولتها، لأن هذا النظام الذي يقيمه قيس سعيد خطير للغاية. أعطيك مثال فقط أنهي به، هو أنه لا يرتب الفصل 60 من هذه المسودة، يقول بأنه لا ينص على انتخاب أعضاء مجلس الشعب بالانتخاب الحر والمباشر، خلافا للفصل 90 الذي ينص على أن انتخاب رئيس الجمهورية يكون بالانتخاب العام والمباشر. أقول للناس الذين ينتظرون في الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر القادم، يمكن أن تنتظر طيب. كثيرا، لأنه لن يكون هناك انتخابات تشريعية بالمعنى التقليدي للكلمة، بمعنى انتخابات مباشرة من الشعب التونسي. أنت تقرأ هذا من عدم التنصيص عليه وترك الأمر إلى قانون. نعم سعيد بن عربية، نعم فالأخطر لو سمحت لي بسبب الوقت. طيب سعيد بن عربية، يعني هذا المسار ككل وبعد انتقادك أيضا ومقارنتك بين 2014 والدستور الحالي، يعني هل في تقديرك يمكن أن وفق تصور رئيس مع وجود شخصية، أنا أحاول أن أفكر أيضا بنفس منطقة سيد رضا لاغا، شخصية مثل قيس سعيد لديه من الحس الوطني والرغبة في تحقيق أهداف الشعب وما إلى ذلك، هل ينفع دستور مثل هذا أم أن الأمر برمته لا يمكن أن ينجح مهما كانت طبيعة وشخصية الرئيس؟ أعتقد يعني فيما يتعلق بسيد الرئيس، يعني أنه يجب تذكير هنا أنه ما حصل خلال السنة الماضية كان هو انتهاك ممنهج للدستور، دستور 2014، لمبادئ سيادة القانون، استحواذ على السلطات، استخدام سلطات الاستثناء بما لا يتوافق مع الدستور، تركيع القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية. فمن خلال التجربة، يعني أنه ليس انتظار يعني أن يكون رئيس آخر أو جهة رئاسية أخرى، يعني من خلال التجربة التي عشناها خلال السنة الماضية يمكن للرئيس حتى بدستور يوفر كل الضمانات أو معظم الضمانات كما دستور 2014 أن يتعسف في استخدام السلطة، وأن يتعسف في استخدام مواد أتى بها الدستور كالمادة المتعلقة بحالة الاستثناء لتقوية سيادة القانون، لتقوية الفصل بين السلطات، لتقوية استقلال القضاء. إذا تم هذا مع دستور يوفر ضمانات كضمانات 2014، ما الذي يمكن توقعه مع مسودة الدستور أو مشروع دستور كالذي عرض على التونسيين بالأمس الذي يكرس سلطات مطلقة للرئيس؟ أختم فقط بهذه النقطة. دستور 2014 تم انتقاده عدة مرات فيما يتعلق بتوازن السلطات. تونس عرفت نظام رئاسي مطلق لمدة 55 سنة. دستور 2014 أتى للحد من هذه السلطات الرئاسية ومن هذا النظام الرئاسي المتغول على باقي السلطات الأخرى. ما عرض على التونسيين بالأمس هو رجوع إلى الماضي، رجوع إلى سلطات حتى أكبر من السلطات التي توفرت للرؤساء السابقين. شكرا جزيلا لك سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، كنت معنا من بيروت. الشكر أيضا لرضا لاغا العضو في المكتب السياسي لحركة الشعب، كان معنا من تونس، ومن تونس أيضا جوهر بن مبارك القيادي في جبهة الخلاص الوطني. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.